هلو ذير، في حلقة النهاردة هنتعلم شوية كلمات ليها علاقة بالملاهي، وهنتعلم ازاي نستخدم الكلمات دي في اننا نعبر عن عطلة او اجازة الاسبوع اللي فات. انا اسمي احمد حسن وانتوا تتفرجوا على قناة Learn Different. في البداية كده لازم نعرف ان مدام هتتكلم عن حاجة حصلت الاسبوع اللي فات فده يعتبر ماضي، فلازم كل كلامك يكون بصيغة الماضي ده، بس عشان احنا متفقين في الاول وتبقى ماشي معايا خطوة بخطوة. اول كلمة معانا وهي كلمة الملاهي، والملاهي معناها funfair funfair funfair. وكمان معانا كلمة weekend ودي معناها نهاية الاسبوع، weekend weekend weekend. والفسحة او الخروجة بيبقى اسمها picnic picnic picnic. ومعانا كمان كلمة roller coaster roller coaster roller coaster، ودي مقصود بيها القطر اللي هيطلعنا على الشاشة دلوقتي. ولو انت رايح الملاهي فانت اكيد اكيد هتلعب عربيات المتصادمة او العربيات اللي بتخبط في بعض، ودي اسمها bumper cars bumper cars bumper cars بالشكل ده. وفي كمان كلمة crash crash crash، ودي بنستخدمها لما بنكون بنعبر عن ان في حاجة خبطت في حاجة تانية اسمها crash crash. وفي كمان لعبة العجلة الدوارة، العجلة اللي بتلف كتير دي، اللي هي اللي بتقعد تلف دي ونركبها نتمخبط بيها في الملاهي، ودي اسمها Ferris wheel Ferris wheel Ferris wheel. يبقى كده احنا معانا funfair weekend picnic roller coaster Ferris wheel crash ومعانا bumper cars. Now it's time to use these words in a real conversation. Last weekend we went for a picnic to the funfair. We had a ride on the roller coaster and the Ferris wheel. We also crashed on the bumper cars. It was fantastic. After that, we were so hungry, so we ate lots of sandwiches. And that's it. I hope this video was useful for you. Thank you so much and see you inshallah in next videos. Bye bye. والفسحة أو الخروجة بيبقى اسمها picnic picnic picnic. في كمان لعبة العجلة funfair roller coaster Ferris wheel crash.